هل تصوم رمضان؟ إذا كان الصيام يضر بها فقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا عجزت عن الصيام في الأيام الأخر هل تطعم مكان كل يوم مسكينا؟ ليس هناك دليل ملزم بهذا، وإنما فعله بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه لما أسن كان يطعم مكان كل يوم مسكينا، أي لما تقدم به السن، فإن فعلت فهو حسن، وإن لم تفعل ولم تطعم فلا شيء عليها، لكن الأفضل أن تطعم مكان كل يوم مسكينا.